ليه إلى الآن حتى الآن مفيش إنترنت أنليميتد أو غير محدود في مصر؟ هل الأزمة في شركات الاتصالات ولا في البنية التحتية ولا عند مين؟ خلينا نشوف وزير الاتصالات بيتكلم إنه بنتنقل 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا بتمر تحت مصر أو عبر مصر. طب فين المشكلة بقى في توفير إنترنت غير محدود؟ شركات المحمول بتقول إنه مش منطقي إن أنا أطرح ساعات مرتفعة الإنترنت وأتجاهل التكاليف الخدمة. السؤال بقى للأستاذ عمر، أستاذ عمر ما رأيك في رد شركات الإنترنت؟ طيب أهلا بيك، أنا بس سعيد جدا بعودة مكملين مرة تانية وزور حضرتك مرة تانية على قناة مكملين. أشكرك. دي أول نقطة. النقطة التانية، أنا كنت حابب أن أنا أذكر شوية إحصاءات سريعة، والإحصائيات دي عن طريق الجهاز المركزي للإحصاء في مصر، ودي نتائج الدولة هي اللي مطلعاها مش إحنا اللي مطلعينها. كويس. فيها عدد السنترالات اللي موجودة في مصر، منها سعة استخدام السنترالات لاستخدام الانترنت، عدد المصريين في استخدام الانترنت بالنسبة لعدد الخطوط المحمولة اللي موجودة في مصر، والإحصائية دي بتاع السنة اللي فاتت، يعني قريبة مش بعيد. فلما نيجي نقول إن عدد مستخدمة عدد الخطوط المحمول اللي موجودة في مصر دلوقتي، عندنا 96 مليون بني آدم، 96 مليون خط مفعل عن طريق المحمول، منهم 40 مليون بني آدم مصري بيستخدم الإنترنت عن طريق المحمول بتاعه، عن طريق التليفون بتاعه اللي هو الموبايل. لما نيجي نقول إن عدد السنترالات اللي في مصر اللي هو جهاز المركزي الإحصاء بيطلع، عدد السنترالات اللي موجودة في مصر إجمالاً كعدد المليون، حوالي المشتركين 8 مليون مشترك في مصر. لما نيجي نتكلم إن شعب عدد سكانه ما بيعدي 100 مليون واحد، لما نقول ان الاي دي اس ال او الخط الانترنت اللي هو المنزلي الثابت 8 مليون مشترك فقط، مع ان عدد حموله السنترالات اللي موجوده في مصر تتحمل ما يقرب من 22 مليون مستهلك. يعني احنا بنتكلم تقريبا نص ساعه السنترالات تقدر تتحملها، هي فعلا شغالة بنص ساعة، ساعة التشغيل بتاعتها. يعني مصر كلها فيها دلوقتي تتحمل 22 مليون مستخدم، وعدد المستخدمين 8 مليون. لما نيجي نقول ان عدد المستخدمين الانترنت عن طريق المحمول زي ما قلنا 41 مليون، عدد السنترالات كم سنترال موجود في مصر؟ خليني أقول لحضرتك دلوقتي، أنا طبعاً بطلع النتيجة دي حالياً من الموقع بتاع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اللي هي عدد السنترالات اللي موجودة في مصر. لو حضرتك جيت شفت المؤشر لعدد السنترالات اللي موجودة في مصر كمعدل زيادة ولا نقصان، احنا بنتكلم ان احنا الشعب بيزداد عندنا، التقنية المفروض تكون زيادة عندنا بالنسبة لعدد السنترالات المفروض تزيد. المؤشر بيقول ان السنترالات موجودة من 2016 و2017 حتى 2020، عدد السنترالات بيقل مش بيزيد. يعني المفروض ان بقى في ضغط من السكان او المستخدمين من الناس ان هي بتقدم على خط انترنت في البيت عندها، فإحنا عندنا 8 مليون، فالمفروض إن السنترالات عندي بتزيد مش تقل. في مشكلة كبيرة جداً يا أستاذ محمد حالياً موجودة في مصر، وإحنا كنا دايماً بنعاني منها وما زلنا بنعاني منها، ألا وهي البنية التحتية. أنا موجود في قرية معينة، أنا موجود في محافظة المنصورة في الغربية، في دمياط، في أي مكان، عشان أشغل إنترنت عندي في البيت لازم يكون عندي خط تليفون أرضي شغال، وعشان يكون عندي خط أرضي شغال لازم يكون السنترال أو الكابينة اللي شغالة عندي تكون شغالة بشكل كويس، كابلات الإنترنت أو كابلات التليفون واصلة لغاية البيت عندي كلها بشكل جيد. للأسف البنية التحتية في مصر كلها متهالكة. يعني ايه متهالكة؟ أنا ممكن أجي أركب في السنترال ألاقي إن الشبكة ولاقي إن الكابلات كلها مقطوعة، أو إن أنا مثلا أروح أقدم على الخط يجي السنترال يقول لي والله البوكس اللي عندك في البيت ده لا يتحمل، الشارع عندك كله مليان فما نقدرش إن احنا نوصلك نت في البيت، فنضطر إن احنا نعمل موضوع اللي هي بقى الشبكات اللي هي توزيع الشبكات، اللي هي ايه؟ ان انا ممكن يكون عندي انترنت في البيت اروح ادي لجاري وجاري يدي لجاري وجاري يدي، يعني اللي هو زي ما كنا بنقول عليها الشبكات المنزليه.
دي كانت مشكلة كبيرة جدا بتواجه شركات الاتصالات، وهم حاولوا ان هم يمنعوها مقاطعة بفترة كبيرة جدا باشمهندس عمر، طبعا، أنا بحيث آسف للمقاطعة، هل المشكلة الأزمة في الشركات ولا في البنية التحتية؟ أنت هنا بتقول البنية التحتية. نعم بنسبة 90% سببها البنية التحتية. الشركات عايزة تكسب، والشركات بالفعل حاليا بتكسب. بمعنى ايه؟ ان الشركه دلوقتي بيقول والله انا كل ما يزيد عدد المستخدمين عندي، وانا السعر اللي انا باخده بره مثلا من سين باخده ب 5 دولار، ببيعه للمستخدم ب 15 دولار، فانا كسبان 10 دولار. كويس، طب احنا طب بنتكلم وليه ليه؟ الشركات يا فندم ما تتحسنش من البنية التحتية؟ لان الامر ده يخضع للشركه المصريه للاتصالات، ودي شركه حكوميه، واخد بال حضرتك، وكانت بنسبه 82%، وطبعا الامر ده دلوقتي بقى تحت اداره، او هنسميه شبكه وي او تي اي داتا زي ما كنا بنسميه. فهو بالنسبه له دلوقتي ما عندوش، عشان انا اتخيل يا استاذ محمد ان انا في قريه مثلا او انا في مدينه، انا عشان اوصل لك كابل انترنت، مش كابل انترنت، هو خط تليفون يكون بكواليتي كويس، هضطر احفر في الشارع، ما قداميش حل تاني غير كده. فطبعا كل الكابلات دي ممكن تلاقي كابلات من الستينات ومن من السبعينات، ما حصلش عليها حتى جزء من موضوع المتابعه والصيانه بشكل دوري. الكابلات كلها بتبقى للاسف عوامل التعريه موجوده فيها بشكل صعب جدا، موضوع الهواء والمطر والكلام ده كله. يبقى انت موصل انترنت في البيت عندك، مشترك لدى شركه، انا ممكن اتصل دلوقتي بشركه مثلا وي، اقول لهم لو سمحت انا عايز انترنت عندي دلوقتي بسرعه مثلا 50 ميجا مثلا، يعني الشركه تقول لي والله انا اقدر اديك ال 50 ميجا، بس السنترال اللي عندك لا يتحمل السرعه دي، واخد بال حضرتك. ولذلك دايما هنضطر ان احنا طول الوقت بنعاني من اللي يقول لك والله انا عامل السرعه بتاعتي 25 ميجا و50 ميجا، واللي شغال عندي كله دلوقتي ما بيكملش 2 ميجا و3 ميجا، وده سببه مشكله البنيه التحتيه اللي هو طيب السنترات او الكابينه اللي بتوصل عليه. خليك خليني معايا يا باشمهندس. اذكر نقطه، طيب اتفضل. اذكر نقطه اخيره، ان عدد السنترات اللي موجوده في مصر من 2007 كان 1600، طبعا بنتكلم فيها كمؤشر 1662 سنترات. اعلى معدل كان موجود كان في 2014 2110 سنترات. حاليا احنا بنتكلم في 2020 1553 سنترات. احنا بنتكلم في فتره زمنيه حوالي 15 سنه. والسنترال دي راحت فين؟ ممكن تكون اتهلكت، ممكن تكون اتقفلت، ممكن تكون اتقفل اتباعت. سنترال اتقفل؟ وارد، وارد جدا. ليه؟ لان انا تعالي شوف عدد، لو احنا بنقارن بقى، قارن عدد المصريين كم واحد معاه خط تليفون محمول، فبنتكلم عن 90 مليون خط تليفون محمول حاليا، واخد بال حضرتك، منهم 40 مليون واحد بيستخدم الانترنت دلوقتي عن طريق تليفونه. كم واحد مصري دلوقتي بيستخدم التليفون الارضي كاتصال؟ ما بقاش الكلام ده يستخدم، فبقى يستخدمه فقط للايه، للتليفونات للانترنت، اسف، اللي هو الاي دي اس ال الثابت. طب كم مشترك اي دي اس ال موجود في مصر باحصائيه 2020؟ هم 8 مليون مشترك فقط. طيب خليك معايا يا باشمهندس، اروح للمهندس حسن شمروخ. باشمهندس، يعني كل الشركات في مجال الالياف الضوئيه حاولت تدخل السوق المصري وتستفيد من موقع مصر، لكن يعني في مشكله. في رايك او في تقديرك او حسب متابعتك، يعني من المسؤول عن عدم اقبال او تسهيل اعمال شركات الالياف الضوئيه في مصر، رغم بين قوسين ده هيدخل لمصر مليارات؟ شكرا لكم، وشكرا طبعا قناتكم الكريمه على اتاحه الفرصه لي. في الواقع في عديد من النقاط ممكن تأثر على طبعا سير الشبكة أو سعة البيانات في الشبكة. طبعا الجهة الحكومية المسؤولة في أي بلد عن طبعا اللي هي تراخيص الاتصالات وعن السماحية والإمكانيات والسماحيات لشركات الاتصالات هي التنظيم قطاع الاتصالات أو ما يعادل الاسم طبعا حسب كل بلد. طبعا هذه الهيئه، طبعا الهيئات بتكون طبعا مرخصه اصلا هي من اتحاد الاقتصاد الدولي في جنيف سويسرا، وهي التي طبعا تقنن استخدام الترددات. طبعا بحكي عن الانترنت اللاسلكي طبعا، لانه كما تفضل زميلنا التقني انه طبعا معظم الناس شغالين على انترنت اللاسلكي اللي هو عن طريق الموبايل، وعدد الناس اللي عم يستخدموا الاي دي اس ال قليل جدا، لانه تقريبا من سنه 2000 صار في عندنا انترنت عبر الموبايل عن طريق الجي بي ار اس.
في الـ 2G وبعدين بالـ 3G صار عندنا الـ HSPA وتقنيات أخرى، وكل التقنيات الجديدة اللي صارت أصلاً بالـ 4G وبالـ 5G هي عن طريق لخدمة الباكت سويتشينج، وهي طريقة دعم البيانات. يعني ما حدا الآن عم بيطور شبكات المكالمات نفسها، كل الدعم في شبكات الخلويات أو حتى بالإنترنت الأرضي كلها فقط لدعم الإنترنت. فإحنا أكثر شيء بنستخدم الآن الداتا، لأن هيئة الاتصالات الآن لها السماحية الآن أو لها السيطرة أن تسمح لشركات الاتصالات بالاستخدام بزيادة، خلينا نحكي مثلاً يعني الكابلات الناقلة بالألياف الضوئية لتحسن سعة التحميل وسعة النقل. طبعاً في نقطة مهمة جداً، يعني في ناس بتحكي الآن عن سرعة الإنترنت، في نقطة مهمة جداً برضو كمان ما بدنا نظلم بقدر أو يعني بعشوائية، لازم يعرف المستهلك إنه في شغلة بسموها الثروبوت وهي متوسط سير البيانات. أنت اللي بوصلك كمستخدم للبيت ما بوصلك السرعة العظمى، في شغلة بسموها متوسط سرعة البيانات أو الثروبوت، وهو متوسط القيمة العظمى والقيمة الصغرى للإنترنت. كويس. القيمة العظمى وصلها الإنترنت لما تكون في ساعة الراحة، يعني لما معظم الناس يكونوا تقريبا ما عم يستخدموا نت، اللي هم بيقدروها الخبراء من الساعة 3 الصبح للساعة 6 الصبح. بالمناسبة إحنا خبراء الاتصالات أو الفنيين بهذا الوقت، بالمناسبة إذا كان في عطل في شبكات الاتصالات بنبلش في هذا الوقت بالصيادة. ليش؟ معظم الناس نايمين، يعني حتى اللي كانوا صغارين بالليل من الساعة 3 للساعة 6 الصبح صباحا. لا، والبنوك قافلة والمستشفيات يعني كله كان ريح. تمام. يعني حتى اللي بيكون بدوام مسائي، خلينا نحكي يعني بموظفين او حتى اللي سهران، الساعه 3 6 الصبح بيكون ايش؟ ارتاح. بالمقابل بتكون اضعف سرعه نت لما تكون كل الناس عم تستخدم النت، وهي ايش؟ الساعه تقريبا 12 للثنتين ظهرا. لما بكون ناس، معظم الناس ايش طالعين؟ بريكات من شغلهم. صح. ايوه، طالعين ساعه البريك. فساعتها اعطيك مثال، سرعه ال 3G 21 ميجا بالسكند تقريبا بتكون في ساعة الذروة، في ساعة عفوا في ساعة الراحة، في ساعة الذروة لما يكون في ضغط على الإنترنت 7 ميجا. لحظة بس يا باشمهندس حسن، الزملاء بيشتكوا. نعم. من سرعة الصورة عندك. سرعة الصورة. يعني أنت الموبايل بتهز. أوكي. أنا آسف. أوكي. لا حياك الله. تفضل. تمام. تفضل. فإحنا بس وصلنا سرعة البيانات 7 ميجا بير سكند لما تكون في ساعة الضغط. 21 ميجا بير سكند في ساعة اللي نحكي الراحة. أي. طيب أنت بتفتكر شو اللي عم بوصلك فعليا؟ مش 7 ولا 21، في المتوسط العادي لو كل الناس عم بيستخدم بوضع بسيط بدون ضغط بوصلك 14 ميجا بير سكند، وهو متوسط بين ال 21 وال 7. هاي أول نقطة، حتى ما يحكوا الناس الشركات، في ناس بتحكيها يعني نصبت علينا ظلمتنا إلى آخره. أول نقطة لازم يعرف المستهلك إنه بوصلك أنت متوسط السرعة في معظم الوقت في اليوم والليلة. ممكن يوصل أعلى سرعة في حالة ما في ضغط على الإنترنت، في حالة في ضغط بوصل للسرعة الأقل. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، حكينا إنه هيئة الاتصالات في كل بلد مسؤولة عن التشريعات، وبيدها فقط إنه تسمح لشركات الاتصالات إنها تزيد عدد كوابل الفايبر أو تزيد مثلاً السعات التخزين والنقل. في طبعاً عوامل أخرى ممكن تكون، طبعاً في تشانل هايجاكرز، قراصنة القنوات، جماعة الأمن السيبراني يحكوا لنا إياها إنه هم بيتدخلوا طبعاً وبيحاولوا طبعاً يعني إنه يأثروا على خطوط النات، وهي خطوط البابليك، بابليك إنترنت. طبعاً الخطوط نحكي من عند مصر، في عندنا خط بابليك بوصل مع جزيرة قبرص، ومن قبرص طبعاً بوصل لليونان حتى يوصل لمركز التوزيع في أوروبا، وهكذا يتم توزيع النت يعني عالميا وهكذا. ايوه، بخبرتك بقى يا باشمهندس حسن، يعني بخبرتك بقى، هل مصر مش تقدر تستفيد من هذه الثروه من الخطوط الممدوده تحتها؟ وهل في دول، كنا قرينا من فتره ان في دول بتحاول تنقل الخطوط دي خارج الحدود الجغرافيه لمصر، الى اي مدى الكلام ده صحيح ومتاح؟ انا بدي احكي لك، لانه انا وصلني خبر انه شركة ألكاتل لوسنت، وهي شركة ضخمة في الإنترنت، طبعاً هي تجميع من شركة ألكاتل الأمريكية وشركة لوسنت الفرنسية ومقرها الآن في فرنسا. أي. كانت بدها تعمل خط احتياطي للإنترنت العالمي عن طريق ليبيا.
لو ما صارت الحرب في ليبيا بجوز كانت ليبيا استفادت من يعني خط الانترنت الاحتياطي، ولكن طبعا ما صار الخط، وبالتالي مصر كسبانة يعني انه خط الانترنت اللي واصل من اوروبا كله واصل عن طريق مصر. فيفترض انه مصر تكون ما شاء الله يعني مركز توزيع بوصل ل يعني غرب اسيا وبوزع بالقارة الافريقية، فيفترض انه مصر مستفيد من هذا الموضوع. فيعني هي ثروة فعلا، هي ثروة، لانه طيب خليني اروح بعد اذنك للمهندس. يدفع عالميا يعني بيأثر عليه عدة عوامل، اللي هي وين الشركات او وين الدول اللي تم عن طريقها نقل الانترنت. طيب اروح للمهندس عمر. مهندس عمر، يعني بعض الـ الـ المشتركين 8 مليون، بعض منهم في مصر، ما اعرفش ده الى اي مدى صحيح، لا يملك حق انه ينتقل من شركة الى اخرى لما يلاحظ انه في سوء خدمة من الشركة دي، فمن حقه يروح لأورنج او يروح لوي او الى اخره. هناك ما يمنع في اللوائح المصرية حق الانتقال من شركة الى شركة للعميل المصري، للزبون المصري، الى اي مدى ده صحيح والى اي مدى ده قانوني؟ في النهاية كواليتي للعميل، ان انا بيبقى في نوع من انواع المنافسة في الموضوع، فانا اقدر ان انا انقل من شركة لشركة. عادة كان بيبقى كان مشهور جدا ان تي اي داتا مثلا هي اكبر شركه موجوده في مصر واكبر شركه موزعه من الانترنت موجوده في مصر، وكانت يعتبر لانها هي الشركه المصريه للاتصالات وكانت هي اللي بتتحكم في السنترالات، فكانت بتقدم كواليتي كويس بس عليها ضغط كبير جدا، فبيحصل عليها مشاكل بشكل كبير، فالناس كانت بتتذمر شويه من هذا الامر. دخل عليها أورنج اللي هي كانت مبنيه وقتها واتصالات وفودافون، منافسة في الموضوع ده بحيث ان هم يقدموا خدمة جيدة. من هو المسؤول عن تقديم الخط اللي هو خط التليفون؟ مفيش حد، لا تقدر شركة فودافون او شركة أورنج دلوقتي انك انت تروح تقدم فيها على خط التليفون، هو فقط الشركة المالكة للدولة هي اللي هتدي خط التليفون، وهي اللي هترجح لك، وهي اللي هتقول لك انا هشتغل معك كذا. وارد جدا ان الشركه المصريه او اذا كانت الشركه اللي هي مزوده خط التليفون ان هي تتلاعب بهذا الامر بشكل او باخر. خلينا نتكلم ان هو من الاساس او سبب الامر ده كله يفتقر الى نقطتين اثنين. النقطه الاولانيه اللي احنا ذكرناها اللي هي جزئيه البنيه التحتيه اللي هو السنترال نفسه او البوكس اللي بيقدم لها خدمه الانترنت. النقطه الثانيه شركات الاتصالات بينها وبين بعض. هو بيشوف، هو بالنسبة لك يعني، احنا خليني اشكر ليك يا استاذ محمد ان من 10 سنين تقريبا انا كان لي صديق شغال بارتنر مع تي اي داتا بيقول لي عمر يا الشركة دلوقتي اي عميل جاي لها هي كسبانة منه 100% من قيمة الاشتراك بتاعه، فما عندهاش استعداد ان هي تخسره، ان هي خلاص التكلفة الاجمالية اللي هي بتدفعها سنويا بالنسبة للانترنت اذا كانت للدولة او للضرائب او اذا كان تكلفة الفعلية الانترنت هي دفعها، واي عميل جاي لها بالنسبة لها دلوقتي هي مكسب ليها، فمش من مصلحته ان هو يروح يوديه لشركة تانية. دي نقطة. النقطة الثانية موضوع فرق السعر، دي نقطة مهمة جدا جدا، وهي لو احنا جينا قارنا سعر مصر الكوست اللي هو المواطن المصري بيدفعه مقابل الخدمة اللي بياخدها، ده عامل مهم جدا 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 في الامر ده يا استاذ محمد. بمعنى ايه؟ تعال نقول يعني احنا هنتكلم عن البرايس ليست بتاع سعر الانترنت اللي موجود في مصر مقارنة بدول العالم كلها. ترتيب مصر عالميا في البرايس ليست حوالي رقم، لو احنا هنتكلم على مش موضوع السرعة، هنتكلم فيها على جزئية سعر التكلفة مقارنة ب 105 دولة، مصر رقم 89 عالميا. لا يعني ارخص 89 ارخص ولا 89 اغلى؟ ارخص يعني سعر أرخص. الانترنت في مصر تقريبا 15 دولار ويعني قول 16 دولار تقريبا يعني، تمام؟ بس خدمة الانترنت اللي انا بدفعها اللي جايه لي ايه هي؟ دي نقطة مهمة. انا بدفع 15 دولار بس الانترنت اللي جاي لي 1 ميجا و2 ميجا، انما مثلا تعالى خد تركيا، خد الهند، خد سريلانكا، خد روسيا، انا بتكلم ده ارخص من مصر. يعني من مصر رقم 89 هنتكلم ان اوكرانيا اقل دولة دلوقتي 105 بتدفع 6 دولار. بس الانترنت عندها عامل ازاي؟ الانترنت عندها فايبر، مش بنتكلم فيها على في تركيا بقى. انترنت انا عايز في تركيا بس ان تركيا خلينا اقول لحضرتك دلوقتي تركيا كانت امام الان تركيا رقم 103
كم بقى كم الرخص البرايز؟ البرايز بتاع تركيا الان حوالي 8 دولار، يعني فرق النص. يعني المصري بيدفع 15 دولار ال 15 دولار في الشهر ولا في السنه ولا في الايه؟ في الشهر. في الشهر يعني المصري بيدفع ما يعادل 15 دولار في الشهر. نعم. وبياخد خدمه سيئه. التركي بيدفع او المقيم في تركيا بيدفع 8 دولار. نعم. لا الخدمة. وبياخد اضعاف اضعاف. لا خدمه من جربت فيها. لا الخدمه في تركيا رائعه. رائعه الخدمه في تركيا. لا الوضع مختلف. رائعه طبعا. يعني جدا. انت مثلا بتاخد كل الاماكن. دي نقطه بقى مهمه يا استاذ محمد. انت بتيجي تتصل مثلا على تركيا بيقول لك انت عايز على اي شركه، تتصل بالشركه تقول لها لو سمحت انا عايز مثلا انترنت، يقول لك انترنت عندك في البوكس ده في فايبر ولا لا. ممكن تروح تقدم مثلا سين اكزامبل عندهم في تركيسيل مثلا، يقول لك والله تركيسيل هنا ما فيهاش فايبر، بس روح شركه اخرى هتلاقي فيها فايبر. فالشركه نفسها تنصحك بهذا الامر. بحركة في النهايه بتقدم لك ليه بقى؟ لان انا دلوقتي انا هاخد من عنده، يقول لك خلاص انا هاخد عمر زبون عندي، عمر هيعرف كل شويه تعالوا الانترنت ضعيف عندي، تعالوا الانترنت عندي فيه مشكله. وده ما بيحصلش في مصر، واخد بال حضرتك؟ تعالى شوف انا بدفع تكلفه عاليه، بدفع تكلفه عاليه، بس الخدمه عندي عامله ازاي؟ الكواليتي اللي جاي ده عندي في البيت عامله ازاي؟ طيب. طبعا انا 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 انا, أنا بحمل الجزء ده جزء كبير جدا جدا منه اسف من البنيه التحتيه في مصر. ده لو خلينا نقف هنا، خلينا نقف عند البنيه التحتيه ونروح للمهندس حسن شمروخ. باشمهندس حسن، يعني اذا كانت الدول بتكسب مليارات من الانليمتد النت الغير محدود او من الباقه الغير محدوده او من خدمه الفايبر، سؤالي لحضرتك وانا قد لا تكون لديك معلومه ولكن استنتاج استنباط، لماذا لا تستطيع مصر الان حتى الان في هذه الثوره اللي حوالينا في كل حته في الانترنت انها تعيد الخدمه الانشاء او تعيد ترميم او تعيد اصلاح البنيه التحتيه لادخال ال 5G مثلا او ادخال خدمه نت انترنت افضل؟ كما قلنا طبعا الموضوع يعتمد على طبعا السماحيه من الدوله، يعني الجهه الحكوميه المصرحه من الدوله اللي بتعمل ليجيسليشن الخدمه تكون قيد التنفيذ، وهي هيئه تنظيم الاتصالات او ما يعادل الاسم، يعني ممكن تكون في وزاره الاتصالات، وبعض الدول بتكون طبعا الهيئه مستقله، يعني في ناس بتكون وزاره الاتصالات زي ايه مستقله؟ زي ايه هيئه مستقله؟ زي اني دوله؟ مثلا في الاردن هيئه تنظيم قطاع الاتصالات، مثلا هيئه تنظيم الاتصالات في قطر، هيئه التنظيم الى اخره. طبعا هذه الهيئات بتكون مسؤوله وجزء من اتحاد الاتصال الدولي في جنيف سويسرا. طبعا بيكون لهم طبعا دورات، وطبعا كثير سفرات بيسافروا طبعا وبياخذوا دورات في ترخيص الترددات، في الفايبر اوبتيك، في كثير من يعني التقنيات. وعلى اساس ذلك طبعا بيقوم في طبعا منهم المشرعين يعني بيجلسوا مع شركات الاتصالات وبيقروا القوانين الموجوده في هذا البلد. مثلها طبعا اللي هي الشركات المختصه بال طبعا الاي بي ادريسنج، اللي هم طبعا مركز المعلومات الوطني في كل بلد، في مركز المعلومات الوطني هو مسؤول عن ترخيص استخدام الترددات. في عندنا طبعا حضرتك في عندنا برايفت اي بيز، في عندنا بابليك اي بيز، فهم طبعا نفس البرايفت اي بيز العام التي معتمده من منظمه الايانا او الاي كا، هاي المنظمه العالميه مسؤوله عن الاي بيات. مركز المعلومات الوطني في البلد مسؤول عن استخدام او تنظيم استخدام البرايفت اي بيز، يعني الاي بيات الخاصه داخل البلد تستخدم طبعا بدون يعني استئذان، لك الخيار في استخدامها. تقسمها الى اجزاء ضمن طبعا المؤسسات العسكريه، المؤسسات المدنيه، الجهات الحكوميه والجهات الخاصه والمستخدمين. طيب. فالان طبعا هذه الهيئه لازم تنظم الان او تسمح تفعل يعني خدمه ال 5G او ال 4G او وما الى ذلك. كل يعني طبعا لاحظ تقريبا يعني نحكي تاريخيا بالتسعينات، اول التسعينات دخل ال 2G، باوائل 2000 تقريبا دخل ال 3G، 2010 دخل ال 4G، 2020 طبعا عشان الكورونا كان ال 5G الاصل ب 2020 طبعا. وكانت هواوي من الشركات طبعا العالميه الضخمه، من الفندر العالميين اللي هنا تاخذ طبعا اللي هي ايش طبعا فكره الادخال يعني ال 5G والسيطره عليها. طبعا الان طبعا المعسكر الغربي عم بيهاجم الصين بشكل قوي، وانتم شايفين يعني، لان الصين ما شاء الله يعني في 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 عده صناعات تستثمر، ومش انه بتاع كله لا،
الصين لديها مراكز أبحاث ضخمة جداً عالمياً، ولديها القدرة أن تدخل وتنافس. طيب. الآن يعني الآن المعسكر الغربي عم بحاول إنه طبعاً يعني يستثني الصين من المنافسة حتى طبعاً تدخل يعني شركات مثل نحكي نوكيا، موتورولا، إلكسون إلى آخره. طبعاً الصين الهواوي كثير أرخص بتركيب الأبراج وبالأمور هاي. لو يسمح للصين إن هي تظلها بال5G عالمياً، طبعاً هي يعني نحكي إحنا كل دول آسيا، معظم دول إفريقيا، أمريكا الجنوبية، أوروبا الشرقية، اللي هي دول ما حاش تدفع نحكي بصراحة يعني ما عدا أوروبا الغربية، أمريكا الشمالية، كل الدول العالمية بتحب تأخذ الاقتصاد من وين؟ نحكي بصراحة من هواوي. ليش؟ أرخص خدمات، الخدمات تقريباً يعني، والخبراء اللي في الاتصالات بأيدون خدمة، بتكلم على خدمة إنترنت يا باشمهندس، خدمة الإنترنت، إنترنت اللاسلكي عم بحكي أنا. أرخص خدمة في العالم في إنترنت هي خدمة هواوي، اللي هو الفيندر، كفيندر الفيندر هو مزحكي اللي هو نحكي اللي هو يعني مصنع الخدمة. عندنا الأوبريتر اللي هم الشركات زي عندكم في مصر فودافون وورنج ويعني والشركات هي. أيوة. فطبعاً الفيندر الأرخص تكاليف عالمياً هي هواوي، لكن الآن في ضغط عليها عالمياً إن هي طلعت منافسة، في هجوم ضد الصين الآن، لأنه عم تحكي أنت عن دولة يعني عم تأخذ كل التقنيات وعم تشتغل بشكل ضخم يعني لديها مراكز أبحاث، لديها تقنيات، لديها يعني ناس عم بيشتغلوا ليل نهار. ونقطة مهمة جداً إنه الباحثين لدى الصين مش قاعدين بالصين، من نفس البلدان اللي فيها خدمات هواوي. يعني مثلاً لما أقول لك أنا في تركيا في باحثين أتراك في مركز أبحاث هواوي، لكن إذا قلت تركيا فحاب أحكي لكم عن يعني الآن في شغل ضخم في تركيا لهواوي، شغل ضخم جداً، ويعني تركسل ومعظم الشركات يعني شغالة على أبراج هواوي بالمناسبة. طيب. إحنا الآن شغالين على إريكسون ونوكيا والأمور هاي، هاي شركات غالية، هذا بيكلفنا يعني تركيب الأبراج وال5G الخدمة اللي عم تجينا الآن من المزودين الأمريكان والسكندنافيين يعني زي نوكيا وإريكسون أغلى. طيب. فهذا عم يعني بيخلي الخدمة أغلى، يأثر علينا في إدخال خدمة ال5G راح تكون غالية جدا. خليك معي يا باشمهندس، عندي سؤال أخير لحضرتك، بس أروح للسؤال الأخير للأستاذ عمر. أستاذ عمر، هو المفروض السؤال ده أسأله الأستاذ حسن، مهندس حسن باعتباره خبير شبكات الأمن السبراني، الحاجات دي المصطلع ده في حد ذاته مش لسه مش بلاعه يعني مش بلاعه يعني. أنا عندي سؤال ليك أنت، من هو العائق؟ سيبك بقى، احنا عرفنا البنية التحتية فيها مشكلة والله يخليك، خلينا نخش في بعد ما الأستاذ حسن علّى سقف الحوار كده وبيتكلمنا على الفيندر اللي أنا مش فاهم هو إيه الفيندر، بس يعني تمام اعتبرني فهمت. دلوقتي من المسؤول في مصر عن عدم ادخال الفايبر، سيبك من 5G بقى، 4G والحاجات دي وسرعة الانترنت في مصر، من المسؤول؟ من الذي في يده القرار؟ ما تقوليش شركة الاتصالات الله يخليك عشان ما تضايقش منك. من المسؤول في مصر عن انه يقول يا جماعة لا البلد دي لازم تتفور من تحت كلها ويتحط فايبر؟ طيب انا خليني اقول لك معلومه برضه ممكن تكون لحد ما لا، مصر فيها فايبر على فكره، وفيها في اماكن كثيره زي القريه الذكيه موجود فيها، في اماكن معينه في مصر لا الانترنت فيها عالي جدا 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 يعني. والكلام ده مثلا زي ايه؟ اماكن زي غير القريه الذكيه يعني زي مثلا القريه الذكيه الجامعه الامريكيه، في اماكن موجوده في القاهره يعني. احنا بنتكلم ان لا يعني هو زي هي الفكره كلها اسم محمد في ايه، الفكره كلها في كابل، انا جبت الكابل ده وصلته في اي مكان اصبح عندك فايبر، الامر ما فيهوش صعوبه في الامر. بس انا اتخيل ان في اماكن في مصر ما فيهاش كهرباء، تيجي انت تكلمني عن الفايبر وال5G لا يعني انا مثلا في اسكندريه في دمياط يعني تقدر تركب كابل فايبر وخلاص خلصت القصه. ده كلام سليم. طب ما تقعدش تقول لي بقى البنيه التحتيه ومش البنيه التحتيه. طيب يعني ايه الحكايه كابل؟ يعني ايه الموضوع واقف على كابل؟ نعم. طيب هي دي مين بقى العائق؟ مين اللي بيقول ما يركبش الكابل؟ لا هو لازم يكون لدى الدوله اراده للموضوع ده، مش حد تاني يعني، الدوله نفسها وهيئه الاتصالات نفسها يكون عندها اراده لهذا الامر. المنطق ان انا اكلم حضرتك فيه ان ما ينفعش ان انا بتكلم عن شعب فيه 100 مليون بني ادم بتكلم فيه بس 8% من الشعب عنده انترنت في المنزل ADSL، دي مصيبه يعني. اللي انا بتكلم فيه ده مبدا ده مصيبه كبيره يعني،
متكلم ان 8% من الشعب فقط قادر انه يوصل انترنت في البيت بحتى بالكواليتي الرديء اللي موجود، دي مشكله كبيره جدا يا محمد، واخد بال حضرتك؟ فالامر ده كله خليني احكي لك مثلا عن نقطه مهمه جدا يا محمد. مثلا انت لو شفت اليوتيوبر المصريين اللي بيطلعوا بقى كل يوم بنسمع عن حسن وزينب او احمد وزينب وكل المجموعه دي، الناس دي كلها بتشتغل انترنت فول اتش دي، بترفع لك الفيديو معاك فول اتش دي، بيرفع لك الهاي كواليتي بتاع الفيديو. اللي احنا بنيجي نتكلم يعني انا ادعك احصائيه عجيبه جدا في موضوع الكواليتي بتاع الانترنت، لو احنا عندنا حجم فيديو بننزله في سنغافوره اللي هي الدوله رقم واحد على العالم في استخدام الانترنت اللي هو سرعه الانترنت، لو انا بنزل فيديو من هناك حجمه حوالي 7 جيجا في سنغافوره بنزله في 18 دقيقه تقريبا، 18 دقيقه و13 ثانيه تحديدا، يعني اعلى دوله في الوطن العربي، مش هكلمك في دول ثانيه، نمبر 1 في الوطن العربي يقدر يحمل الفيديو ده هي المغرب في معدل 3 ساعات يا محمد، 3 ساعات و53 دقيقه، وهي ترتيبها على مستوى العالم في جوده الانترنت رقم 79. تعالى يليها لا 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 استنى يا باشمهندس، انت عايز تقول ان المغرب اعلى جوده من دبي ومن الامارات؟ دبي رقم 2 في 4 ساعات و5 دقائق، انا بكلمك عن تجربه فعليه تمت، وقطر بكلمك عن نتائج. خلينا ثاني حاجه، ثالث دوله هي تونس بعدها ب 4 ساعات و52 دقيقه، وبعدها البحرين بعيدا يعني عن المده الزمنيه، وبعدها السعوديه رقم 5، وبعدها الاردن، وبعدها عمان والكويت وفلسطين والعراق والجزائر والسودان، انا معذره مصر فين؟ والسودان، مصر رقم 11 بعد العراق. مصر بقى تنزل الفيديو ده في قد ايه؟ 14 ساعه، 13 ساعه و59 ثانيه. المهندس حسن شمروخ بيبتسم يعني والله بيبتسم يعني انا شايفه على الشاشه يعني فيديو مدته معلش 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 يا باشمهندس عمر، فيديو مدته قد ايه او مساحته قد ايه قلت لي؟ حجمه 7 جيجا تقريبا، 7 جيجا. طيب نعم. بتنزله في سنغافوره في 18 دقيقه، نعم ماشي، بتنزله في مصر في 14 ساعه، سنغافوره في 14 ساعه، واخد بال حضرتك الفروقات؟ دي مش فروقات، الشاسعة في الموضوع، دي قرون ضوئية مش فروقات، دي من 18 دقيقة ل 14 ساعة. ما هو اسمح لنا في تسمح لي أستاذي أستاذ عمر، تفضل تفضل يا باشمهندس تفضل أستاذ عمر. طبعا هو كفى ووفى فعلا والإحصائيات صحيحة، يعني ما حدش بيقدر يحكي عن يعني إحصائيات عالمية إنها غلط، لأنه هذه جربت، وطبعا في عندك سبيد تيسترز وفي عندك يعني خبراء قالوا الكلام ذا، وبالتالي اللي حكاه الاستاذ عمر كلام سليم. النقطه المهمه جدا الان انه بال5 جي والخدمات الحديثه صار عندنا تقنيات زي الفيرتشوال رياليتي والاومنتد رياليتي، متخيلين لما تشوفوا انتم التنين الصيني اللي عم بيطلع من الشاشه وعم بيرجع، تتخيل كانه التنين هجم عليك او اسد طلع من الشاشه او الى اخره. هاي التقنيات تحتاج يعني جيجا بيكسلز يمكن راح تحتاج، لان هي التقنيات تحتاج سرعه كبيره في التحريك. يعني فيلم الافاتار الان اللي بدك تنزله على الانترنت ايام الفور جي صعب ينزل، لانه الجماعه الجرافيك اللي اشتغلوا في جماعه وهم ادرى مني اللي اشتغلوا في الادوبي وجماعه الجرافيك دخلوا شغلات غريبه بالصور. لان زي ما حكى الاستاذ عمر كمان جماعه اليوتيوبرز بينزل لك اتش دي، وبالتالي هذا يؤثر على حمل الفيديو. يعني احنا بنقارن الان الفيديو بنفسه. الفيديوهات الحديثه والتقنيات الحديثه صارت تاخذ يعني نوع من الحمل الزياده بالصوره. وهذا راح ياثر على النت طبعا. طب المهندس عمر عنده حاجه عايز يقولها، اتفضل. انا عايز اقول بقى المقارنه السعريه البرايس بالنسبه لسنغافوره ومصر كام؟ تخيل يا استاذ محمد كده، ادي مبلغ ممكن انترنت في سنغافوره بكام؟ بلاش احراج يعني ادي مبلغ، معلش يعني خلينا يعني احنا قلنا في مصر 15 دولار، انت قلت لي 15 دولار في الشهر، 15 دولار عشان ينزل عزك البرايس عشان ينزل الفيديو ده، ارخص من غيرها مصر كتير، ارخص كتير من احنا بنقول هي ارخص من دي، الأمانة احنا بنقول ان هي ارخص، انما انا ارخص من الاردن، انا كان بدفع 15 دولار، انا بدفع 15 دولار في سنغافوره الفيديو اللي انا بحمله وخد معايا 18 دقيقه هدفع فيه هناك كام؟ خلينا اقول يعني التكلفه 31 دولار، يعني تقريبا ضعف مصر.
يعني أنا المواطن اللي عايش في سنغافورة بيدفع اشتراك شهري 31 دولار. طب ما هو أغلى من مصر. إنترنت أغلى من مصر صح؟ لا أغلى من مصر الضعف. آه. بس الفيديو اللي أنت بتحمله في سنغافورة بياخد منك وقت زمني قد إيه؟ 18 دقيقة. وفي مصر؟ 14 ساعة. أنت مدرك حجم الفرق بين القيمة السعرية. هتفرق في إيه بقى؟ عشان نخلص هتفرق في ايه؟ انا هقول لك، انا هدفع في سنغافوره، انا هدفع في مصر، انا جاهز، الشعب المصري كله جاهز يدفع 30 دولار دلوقتي واديله نفس السرعه اللي في سنغافوره. بس هتفرق في ايه؟ بس هتفرق في السرعه. انا دلوقتي بقول لك، خليني انا دلوقتي مواطن مصر اهو عايش في مصر، هديك دلوقتي 30، هديك 35 دولار واديني نفس الكواليتي الانترنت اللي موجود في سنغافوره. ده ببساطه شديده جدا جدا. يعني انت عندك 1 جيجا؟ واحد بيقول لي انا عندي بدفع 21 دولار وعندي 1 جيجا سرعه. 1 جيجا سرعه في الداونلود، يعني لو هو جرب ينزل حجم الفيديو ده هيشوف طبعا وقت زمني كبير. خليني اقول لك يا استاذ محمد ان حجم اي فيديو احنا بنشوفه للمغنيين او المطربين اللي هو 5 دقائق ده المينيمم بتاعه ممكن يعدي ال 10 وال 15 جيجا ابلود مش داونلود. يعني ممكن يرفع الفيديو بتاعه لو هو بيرفعه في سنغافورة ياخد معاه مثلا نص ساعة تحميل، ممكن ياخد معاه في مصر 5 و6 و7 ساعات لتحميل الحلقة الواحدة. المهندس عمر شاهين، أنا بس يعني بشكرك، بس خليك معنا في السؤال الأخير ده، قد يكون لك تعليق عليه مع المهندس حسن شمروق. مهندس حسن، يعني الـ في العالم، في تاريخ الاختراعات في العالم، المسافات الزمنية قلت جدا، يعني من اختراع القاطرة إلى الطيارة مسافة كانت كبيرة شوية، ومن اختراع الطيارة إلى بعد كده الصاروخ إلى كانت المسافة أقل 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 وفضلت تضيق المسافة. هل يوما ما سيأتي حينا على الدهر إن الإنسان يعني يبقى الإنترنت ده لا شبكات ولا حاجات ولا أبراج وجاي من الفضاء كده زي بيقولوا من القمر الصناعي وببلاش وتمشي تلاقيه كده زي المية والهواء؟ خلينا نحكي شو اللي بيصير هلا. احنا طبعا بنحكي عن تجربه الانترنت الفضائي الفي سات، اي فيري سمول ابيرتر تيرمينال. طبعا هذا يستخدم في الدول اللي عندها مشكله في تمديد الفايبر. الفايبر عنده مشكله وحيده هي الرطوبه، بعد الفايبر عن الرطوبه وعن الاشعاعات النوويه حتى يمشي اموره، لانه بيحكوا لنا علماء الكيمياء انه اذا انت هذا الفايبر مصنوع من السيليكا SiO2، هذا اذا جاء عليه مي بتكون الهيدروكسيد، الهيدروكسيد طبعا بيحرق الفايبر. عشان هيك في العراق وليبيا، في العراق وليبيا بيستخدموا الفيسات. الفيسات يا جماعه مش انه اسرع من الفايبر، لا، الفيسات عن طريق القمر الصناعي الريفلكتر اللي احنا بنسميه احنا ستلايت، ومش هو ستلايت اللي في البيت، الستلايت في الفضاء الجوي، في الفضاء احنا عندنا الريفلكتر اللي احنا بنشوف عليه المحطات الفضائيه، هذا طبعا بشويه تعديلات بيصير ايش، عبارة عن ناقل للإنترنت. هذا بس بيعطيك 2 ميجا بير سكند، هو مش إنترنت سريع، ولكنه الحل لما تكون الدولة عندها مشكلة في تمديد الفايبر، دول عندها أنهار كثير أو دول عندها مثلا سبخات رملية وعندك أرض رملية، هاي مشكلة لأنه فيها رطوبة. غير ذلك حتى نفس الشركات بتحب تعمل خط احتياطي ريدندنت عشان الخدمة تظلها قوية، بيستخدموا النت الفضائي. هسه النت الفضائي بيحتاج تعديل كثير حتى يستخدم، يعني تصير سرعات كبيرة. التردد ممتاز، التردد على أعلى حزمة تردية اللي هي EHF Extreme High Frequency اللي هي من 30 ل 300 جيجا هيرتز، وهاي السرعة أو هاي عفوا التردد مستعد يعطي سرعة عالية في النقل طبعا إذا عدلت بعض الأمور الأخرى طبعا، ولكن ما زال الإنترنت الفضائي بطيء ويحتاج إيش طبعا البحث والتطوير. في نقطة مهمة جدا، إذا انتهى البحث والتطوير في أي تقنية راح ينسوها الناس، ما حد راح يشتغل فيها، زي ما صار في أنظمة أخرى. يعني في أيام الاتصالات الخلوية كان زمان في نظام يسموه الإيفو، هذا الإيفو الآن طبعا حكم عليه يا إنه بهلك أو بيحول للLTE وهو الفور جي المستخدم في النظام الحديث الآن. فإذا توقف البحث والتطوير في الإنترنت الفضائي حنخسره. احنا بحاجه انه احنا نقوي، بس هو باشمهندس حسن دايما الحاجات بتبدا اختراعات عسكريه ثم تتحول الى مدنيه، فهل المجال العسكري ما لعبش في مجال الانترنت سريعا؟ الله يخليك الوقت خلص. هل المجال العسكري طبعا
الفايبر اوبتيك اصلا بلش من العمال العسكريين اصلا، ثم سمحوا لنا الاتصالات المدنيه انه نشتغل بالفايبر. يعني الفايبر بلش في الاتصالات العسكريه من 1970، الان سمح للاتصالات المدنيه تقريبا من طب ودلوقتي العسكر بيعملوا ايه في النت عشان ناخده احنا بعد 5-6 سنين؟ لا مش انه هم طبعا لهم نظام مستقل، يعني مثلا في عندك انظمه اتصالات خلويه وبتدعم انترنت مستقل لحالهم، يعني هم ما بيشاركهم حدا فيها. حتى طبعا الاتحاد الاقتصادي الدولي بيعطي للاتصالات العسكريه ترددات مختلفه عنه، لانه طبعا هي في اسرع عسكريه وامن بلد وامن دوله، فما بيصير يعني انه تكون طبعا وده يعني بيحصل في البلاد بيحصل في الدول يا باشمهندس حسن، بياخدوا مثلا الشخصيات الكبيره بتاخد ترددات مختلفه. لا بشكل عام العسكريين اصلا خلاص يعني على كل حال وصلت الفكره يا باشمهندس حسن شمروخ الخبير التقني في الاتصالات والشبكات، بشكرك جدا يا فندم. اشكرك مهندس عمر. سؤالي الاخير لحضرتك مهندس عمر يا جماعه، انا كنت عايزه يا خساره كنت عايز مهندس عمر مهندس عمر سؤالي الاخير لحضرتك، يعني مش من الاحسن بس سريعا لان الوقت عدى، مش من الافضل لدوله زي مصر انها تدخل 5G والحاجات دي؟ هل ممكن مصر تستفيد من فكره الانترنت الفضائي كمعالج عن سوء حاله الانترنت في مصر؟ طيب هو طبعا الامر ده دلوقتي يعني تعقيبا على كلام البشمهندس سريعا، انا اتوقع خلال العشر سنوات اللي جايه ان فكره الاي دي اس ال وخدمه الانترنت الفايبر عامه ان ده هينقرض هيروح مع الريح. ما عندنا دلوقتي إيلون ماسك مثلا دلوقتي طالع بفكره جديده جدا اللي هي الاقمار الصناعيه القريبه جدا من الارض، اللي هي تقدر تبث انترنت داخل البيوت، تبقى انت قاعد في بيتك في الصحراء في اي اماكن، والكلام ده كله انبي برضو مارك في فيسبوك حب ان هو يعمل الفكره دي، وان هو يوصل انترنت في الاماكن التي لا يوجد بها اي اشارات او فيها اي اتصالات انترنت او كهرباء او ماء. الكلام ده كله في اظن في خلال 10 سنوات فكره الاي دي اس اللي هتنقرض، ومارك دلوقتي اسف إيلون ماسك دلوقتي بيفكر ان هو يبدا يعمل لك يا استاذ محمد تبقى انت قاعد سين مثلا في المنصوره وبيظهر لك اعلان في السماء وانت كده جنب القمر، ان يقدر يعمل لك اعلان عن طريق القمر الصناعي ده. هو عامل 13,000 قمر صناعي، المستهدف بتاعه ان هو يكون حوالين الارض كلها 13,000 قمر صناعي، وهيبدا يزود القمر ده بعد كده، وفعلا اطلق منهم عدد من الاقمار. انا طبعا الاقمار حاليا كعدد مش حاضر معايا، وبالفعل عمل التجربه وجزء من التجربه ده تنفذ حاليا في اوكرانيا لما روسيا قطعت الانترنت هناك، بعت ليهم شحنات اجهزه استقبال واطلق سواء يعني اقمار صناعيه قريبه هناك لاستقبال الانترنت مباشره. يعني انا اقدر دلوقتي وانا عندي المستقبل زي فكره طبق الدش بالظبط، الريسيفر اللي احنا بنستخدمه في البيت عندنا هيبدا ينطبق الامر ده. وانا اظن في خلال 10 سنوات اللي جايه فيه اتجاه من دول او من شركات خاصه ان هي تستخدم الامر ده، وهتبقى جزء منها بشكل كبير جدا خدمه مجانيه، لانه هيستفيد منك 100% ان انت كل البيانات بتاعتك او الامور الخاصه بتاعتك بتعدي من عليه، فعنده صورك وعنده معلوماتك وعندك بتعمل ايه على فيسبوك وبتعمل ايه على جوجل، بتسيرش ايه، بتشوف ايه على يوتيوب، بتتفرج على نتفليكس، اي شيء انت بتعمله بيكون عن طريق الانترنت بتاعه، فبيقدر يحلل بياناتك وياخد البيانات بتاعتك دي يبيعها لاي وزاره تاني. ده اتوقع من امر ده خطر يا باشمهندس عمر. المهندس عمر الشاهين الخبير التقني بشكرك جدا يا فندم. شكرا.